مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير الرز البسمتي بهيدا الشكل. يكون كل حبه بحبتها، طريقه كتير سهله وبسيطه. وشايفين الرز كل حبه لواحد. بدنا نعمل الرز بهيدا الشكل، رز كتير رائع. شايفين كل حبة بحبتها. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا كوب رز بسمتي، بحطه بالجاط، ضيف على الرز مي مغلي، بنقع الرز بمي مغلي 20 دقيقة. بعد ما نقعنا الرز 20 دقيقة، هلأ بدي أغسل الرز عدة مرات لتصير المي صافية. صارت مية الرزات تقريبا صافية بهيدا الشكل. هلأ بصفيهن وبكفي طريقة الرز أنا وياكن. بحط زيت نباتي، حطيت حوالي 6 معالق طعام زيت نباتي، وبضيف كمان ملعقة صغيرة سمنة، سمنة أو زبدة. هيدي السمنة بتعطي طعم كتير طيب للرز. بترك السمنة لتذوب. بس ذابت السمنة بحط الرزات. بنحرك الرز مع السمن والزيت. هذه الطريقة اللي بتخلي الرز يطلع كل حبة بحبتها. نضيف عليهم مي. حطيت كوبين من المي، الملح حسب الرغبة، انتو بتضيفوا الملح قد ما بتحبوا. حركونا شوي. بغطي الطنجرة وبتركن يغلوا مع بعض. هيدا الرز هلأ عم يغلي، بتركن لتنشف المي ونرجع منكفي. بس نشفت المي عن الرز بهيدا الشكل، هلأ شو بعمل؟ بخفف الغاز على الأخير، آخر درجة على الواحد. بتركن يغلو ليستوي عنا الرز. بعد مرور 10 دقايق بطفي الغاز. صار عنا الرز بهيدا الشكل. هلأ شو بعمل؟ بغطي الرز وبتركه كمان 10 دقايق ما بحركه. وبعد 10 دقايق بحرك الرز. هيدا الرز كمان بعد مرور 10 دقايق. شايفين شكل الرز بعقد كل حبة لواحد. هيدا الشكل النهائي للرز اللي عملته أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.